تليها فاطمة زهراء. Thank you.
تاليها فاطمة الزهراء. Thank you.
تنساوش تراث امازيغي الزياني الاطلسي اللي كتعرف بها المنطقه ديالنا. وتاليها الاخت مريم. Thank you.
عروضة فاطمة الزهراء. تاليها الأخت مريم. ما نساوش تراث الأمازيغ الزياني الأطلسي. I'm gonna go get some water.
الصلاة عليكم. ما تم تصديقه أمامكم الآن هو ليس بهين. هذا كيتطلب واحد المجهود كبير في تقديم هذه المنتوج ديال الاقتصاد المغربي ديال العالم كامل وديال التشجيع الحار لهاد الشباب كلهم. عارضه الازياء من مناسبه عيد المراه واخا اجلناها كانت عندنا شي كانت عندنا الموت وداك الشيء هذاك الشيء علاش اجلناها لهذا الوقت. المهم كنحيي وتنشكر تحيه المراه المغربيه وتنشكر السلطه جميعا وتنشكر الناس اللي حاضرين معنا وكنشكر الصحفيين وكنشكر محمد السادس نصروه الله ينصرو والسلطة كاملة المهم اللي ساندونا والناس اللي كيساندونا كاملين كنشكرهم وكنشكر العريضات اللي جاوا معايا من بني ملال وبنات زاوية الشيخ. شكرا. إذن متابعينا الكرام مشاهدي قناة شوف تيفي أضرب لكم موعدا في بث مباشر آخر من مدينة بني ملال أو إحدى نواحيها أو إحدى أقاليمها مع تحية أخوكم طارق أسعد الله أوقاتكم بكل خير وإلى اللقاء.